يتواصل معكم هذا المد الصباحي على شواطئ صهيل القصيد، وسعداء أن يكون معنا في صهيل القصيد اليوم الشاعر بدر الدين صالح. مرحبا بك وصباح الخير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسعيد جدا بهذه الإطلالة. مرحبا بك. ودائما في بداية حديثنا في صهيل القصيد مع كل شاعر بنتحدث عن هذا المداد ومكونات المداد، فشنو مغذيات المداد لبدر الدين؟ مغذيات المداد طبعا كثيرة، لكن يظل هذا الشعب العظيم الشعب السوداني هو المغذي الأول اللي ممكن بملء الفم نقول له أنت ملهمني الأغاني وأنت مصدر فني وإحساسي وشعوري. فمن شعبنا العظيم بنستلهم كل القصائد وكل الجمال، وبلدنا بلد جميل بكل تفاصيله، جميل جغرافيا وجميل مجتمعيا وجميل كل مناحي الجمال فيه. عشان كده بنجي نلقى انه منبع القصيده متوفر في اي مكان وفي اي زمان في هذا السودان الجميل. فعلى اطار المشاهدات المكانيه او الانسان كمان السوداني، خلينا نسمع مباشره قصيده بدايه. طيب، شفت عينيك من بعيد فارد ظلها زي سحابة، شفت عينيك من بعيد فاردة ظلها زي سحابة، وشلت قلبي مشيت عليك، خش جواي خوف كأني ماشي داخل لي غابة، الخلوق اللي فيني تسأل الجراح المالية قلبي، هل إذا جيت كن بتبرى؟ الشفع بتنقس في القلب يوماتي، مت بشتنت حاجات وبس قلت نرتبه حبة، رصرصت الحبايب في أقصى الشمال، الهم والمصايب كان شايلات مساحة، دقست نوناما وأنا مارق بقفل في كل المنافذ الممكن بينفذ من بين حبيب، أتفاجأ بقامتك في إطار التوازن، بقبل أن تكون بس القلب هسع جايد حبتين، ناموا على الحبايب وفاتوا مع الصباح، ما في من شال قشة أو فرش سريره، لكن يا أخي أقول لك فرش لك سرير في هذا الوريد، وخد راحتك جواي أنا هسع بجيك، لكن لو سمحت لكن لو سمحت إياك أن تصل حتى تلبدس جرح لسه دامي. جميل. ولما نسمع يعني الشكل ده للنظم ده يقودنا مباشرة للحديث عن واحدة من المغذيات للمداد، جوانب لثقافة الثقافة السمائية للقصيد أو التأثر بالآخر في القصيد. فمنو الأثر في بدر الدين؟ وكمان خلينا نتكلم في زوايا القراءات، بتقرأ لمنو؟ طبعا زي ما بيقولوا شاعرين عظيمين في السودان كلنا حبيناهم شديد جدا جدا، شاعر الشعب محجوب شريف، سمعت منه يعني منذ نعومة أظافري كثير من الغناء الجميل، الغناء في محبة الوطن والغناء في محبة المرأة والغناء في مجمل قضايا سودانية جميلة. ثم شاعر العظيم محمد الحسن سالم حميد رحمة الله عليهم جميعا، تعلمنا منه برضو أنه كيف نعاين للوطن بتفاصيل دقيقة، نعاين بعيون المحبة، كل ما نعاين بعيون المحبة بنلقى أنه نحن عايشين في بلد عظيم. وده بيقودنا مباشرة للحديث عن اختيارك لحميد في بحث في واحد من البحوث اللي انت يعني تحدثت فيها عن الدراما في شعر حميد، فخلينا برضو نتكلم في الجانب. طيب، انا خريج كلية التربية قسم الدراما جامعة النيلين، البحث كان اسمه العناصر الدرامية في عوالم حميد الشعرية. اخترت حميد بالذات لأنه شعره غني بالدراما، وواحدة من أهم عناصر الدراما كان مهتم ببناء الشخصيات، يعني بنجي نلقى أنه في شخصيات مؤثرة جدا جدا. يعني عندنا مثلا نحن الزول اللي أسس للدراما كعلم الفيلسوف المعروف أرسطو، فأرسطو كان بيتكلم في نظريته عن الدراما عن مفهوم البطل التراجيدي، فبنجي نلقى حميد عنده قدرة عالية جدا على أنه يخلق أبطال. هؤلاء الأبطال ممكن يكونوا من وحي خياله، لكن بنلتفت بنلقاهم عايشين في بيناتنا. ليه؟ لأنه قام
لبسهم توب مختلف، السرة بتعوض موجودين الكريم. على امتداد حياته تماماً الشعرية. تماماً، يعني كلنا لما نقرأ السرة بتعوض الكريم بنشوف السرة موجودة بينارنا، بنشوف ست الدار بنت أحمد جابر، بنشوف الحسين وبنشوف عيوشة، بنشوف نورة والحلم المدردح، كل هذه الشخصيات كانت شخصيات عظيمة رسمها حميد ببراعة عالية جداً، فده كان مدخلي الأساسي لأنه أقوم أعمل البحث ده. نرجع يعني ونتحدث عن جوانب مختلفة لشعر بدر الدين بعد ما نسمع منك قصيدة ثانية. في واقع كهذا كان إحساسي مخنوق، في واقع كهذا كان إحساسي مخنوق ومسجون الكتابة، بانت لي سعات وكلمتني عن المحبة، هب قام إحساسي ذاد وتور الشوق المعبة لوطن بحلم بعاد، من سعد في صدري شبة وعلى سقف الأمنيات، الحرف مني استخبى وعب حلقنا أغنيات، إلا شكل الغنوة عزة ورمز الشعر المداد، فقمت حبيت فيك سعاد، شلت شوقا كان هولك وقدت غنوات في سعاد، مرة غني ومرة دوبي أرسم النيل في عيونه، مرة غني ومرة دوبي وأرسم النيل في عيونه، وعمر الظلم طول بس داك السلام ظاهر كالهلال، عاكس ضو باين في هذا التلال، حنوصل مداه ونكمل بهاه وننعم بهواه وبالحب والوئام، طالما أنه يومي ماشيل للأمام، جنبك يا سعاد حيطيب المقام وندوز غنانا للحب والسلام. هي ليك، ودائما بيتكلم عن الترميز ده، عن وجود الأغنيات للوطن ورمزية الوطن في جوانب مختلفة. خلينا برضو نتكلم عن وجود الوطن والقضايا والرسائل المجتمعية في شعر بدر الدين. طيب، طبعا الشعر ظل من زمن طويل مرق من إطار إنه هو فقط للتعبير عن المشاعر تجاه الأنثى، لأنه هو يخدم القضايا المجتمعية البسيطة جدا، قضايا الإنسان، علاقة الإنسان مع أخوه الإنسان. يعني لما نقوم نسمع إنه يا أخي بسامحك ما عشان عينيك عشان تتعلم الغفران وتصفح لو زمن جربك، بنعرف إنه كيف الشعر بيقوم بيقودنا للقيمة بتاعة التسامح والمحبة. لما نسمع عمي عبد الرحيم في المشرع لقى ذملان الشقا، الجمن الجريف والجمن الجبل، صبح هازر ونقنق ناقر وغازوه نعل، وعمي عبد الرحيم ما بيخبر زعل، يزعل من منو ويزعل في شنو، كل الناس صحاب كل الناس أهل والما هم قراب قربونا العمل. يعني إنه كيف نحن نعيش في إطار المحبة بتعددنا ده بتنوعنا ده، يعني حتى في التنوع دي من الصورة الجميلة جدا اللي قالها حميد، إنه ده من وادي حلفة وده من كاجي كاجي وده من ريرة غادي وده من كردفان وده من أي حتة، عقابات شتى جميع يصنوا ويصنوا ويغنوا لذات الكيان، الكيان القاعد يقوم يلمنا نحن كلنا، ده الكيان اللي اسمه السودان. عشان كده برضو يعني أستاذنا العظيم محمد وردي سقانا بالملعقة ونحن صغار، واحدة من أغنياته العظيمة إنه أوعدنا يا وطني الحبيب في عهدنا الذاهي الخصيب، نتلاقى والحب الكبير وحد هلالنا مع الصليب، أطفالنا في ظل الطيور يتراشفوا الحب والحليب ويتغنوا في الساحات حبور سوداننا يا أجمل وطن. صحيح، وما أحوجنا يعني رسائل المحبة، ولكن دائما في الحديث عن الشعر والرسائل من خلال الشعر والجوانب المختلفة لوجود الشعر الحقيقي وغيره، فبيبقى موازنات إنه الإنسان يكون شاعر عنده رسالة، وموازنة وضع الجمهور المتلقي ما بين الشاعر والورقة، فدي محتاجة إنه نتكلم عنها. يعني هل بدر الدين بيضع المتلقي ما بين القلم والورقة؟ هو طبعا المتلقي مهم جدا، كويس، في كل أنواع الفنون. نحن حتى في الدراما كان في خلاف حول إنه لما جينا نتكلم عن عناصر العرض المسرحي قالوا إنه الجمهور عنصر من عناصر العرض المسرحي أم لا، في النهاية حسم الخلاف ده بإنه الجمهور ده مهم. يعني قصة إنه الزول يقول لك يا أخي ما تباري الجمهور، كويس كده تمام، هو مهم إنه نعايل الجمهور، لكن كمان في حاجات مثلا
الشاعر والفنان دوره انه يرتقي بذوق الجمهور. يعني ما في كل مره انه، لانه المساله دي هي حماله اوجه، يعني نقوم مثلا نهبط بالكلمه لقاع يعني كده ونقول والله الجمهور عايز كده، او يا اخي الشارع عايز كده، او الناس عايزين كده. سؤال في انه هو الشاعر اللي بيذهب للجمهور او الشاعر اللي بيرفع الجمهور، يعني نحن عندنا يعني ثقه كبيره في الذائقه السودانيه، منو اللي بيمشي للاخر؟ طيب نحن نعمل حاجه مختلفه تعلمتها انا شخصيا من استاذنا محمد وردي. محمد وردي كان بيقول شنو؟ قال انه مره لما مشى اثيوبيا غنى هناك حفله اديس ابابا الشهير دي في 94، فقام غنى الناس القيافه، كانوا الناس بيقولوا له يا وردي يا اخي انت الناس القيافه دي ما من مستواك كويس، فقال انا مشيت لشعبي راقص ما لقيت انه الناس دي اللي قاعدين عشان يسمعوا، فقال غنيت لهم الناس القيافه بكلمات بسيطه والايقاعات راقصه وموسيقى جميله جدا جدا، الناس دي رقصوا. لما جيت اغني قطر الندى فبدوا يرقصوا ويسمعوا، جيت غنيت يا شعب اللهبك ثوريتك سمعوني اكثر، لما جيت اغني بناديها قعدوا في الواطه ويسمعوني. اذا انه يا اخي كيف الفنان في بالضبط ويرتقي بهم سلم سلم ودرجه درجه، يعني ما يجي في برج عاجي ويقول للناس تعالوا لي، هنا بيكون في مساحه وفي جاب كبير جدا. لكن انت تحاول بقدر الامكان انك تبسط مفردتك يعني على قدر ما تقدر، وتحاول انك توصل للناس كلهم بلغه ابسط. لانه عندي شاعر برضه لطيف صديق الله يطرحه بالخير احمد الريح، فكان في حته بيقول ما تقضيها لي حاشا وثم زحزحة حاشا، نحييه جدا، حاشا وثم وكلف، فلهمت البنادر ما افتحوك في الحلة، يعني فبيبقى في كل حتة يفترض انه يكون في لغة بتاعت خطاب. لكن احنا طبعا يعني ما بنجزم في الكلام ده، هو دي يعني رؤى اختيار للشاعر كثير. صحيح. يعني في شعراء بيحتاروا النخبوية دي في انه هم يكونوا شاعر نخبة، ولكن بتبقى حسب انت عايز تقدم من خلال الشعر شنو. خلينا نسمع نص. طيب نسمع نص. انا يعني المحب جدا لمحجوب شريف، فكتبت له أغنية في بدايات طريقي، وأنا بقول عليها أغنية لأنه الشعر أساسا في الأول كان اسمه غنى كويس كده، عشان كده إسماعيل حسن قال إرادة المولى رادتني وبقيت غناي. فمحجوب يا زول يا أبويا ما لك قللت الجية، هديت الشغل شوية ولن هديت يا أبويا، لو فترت فيك الغنوة اتوسد راحت يديا، وخليك يا ذول مطامن غنواتك للسعفية، الشتلة حتكبر باكر تتولع النار مطفية، والوضع المايل يركز والنخلة الكات متكية، محجوب يا ذول يا رايع يصيتك ما زال زايع، ومحالفك سوء الطالع والحال الخشة الواطة، وحلفك قال ما طالع لكن وحياتك طالع، والطالع معاه مصانع تنهد وراه موانع، ومكانة تقوم أمية بالكهرباء نضوي صوامع، تنضو حياء شعبية ويصن الصوت الأشتر، ونغني معاك حرية، القمر يقوق في عشه وحمامة تشيل أغنية، وتقول يا أبوي ما تعني من غير تحتاج أن تبني فوق الكلمات رضية، الكل يا أبوي بيغني راجيك تسرع بجية، من فضلك لا تحرمني من شوفة تشفل فيها. تحية لك والرحمة للشاعر محجوب شريف، وسعدنا بهذا الحضور الصباحي، حضور الحرف في صهيل القصيد. شكرا جزيلا بدر الدين. شكرا جزيلا، تحية لكم. شكرا للشاعر بدر الدين صالح، وكان هذا حضور في صهيل القصيد لليوم الذي نختتم به حلقة صباح الشروق، ودائما من خلال صباح السبت نحاول أن نفتح الأبواب على كل مساحاتنا السودانية، نحتفي بالجمال والإبداع ونحتفي بالموروث الثقافي السوداني، ونقدم أيضا رسائل للأسرة السودانية. هذه تحياتي وفريق العمل لليوم، في أمان الله.